قلق متزايد تعيشه الملاكات الطبية في العراق مع تزايد حالات الاعتداء ضدهم في المستشفيات الحكومية والخاصة في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وعجز حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني عن توفير الحماية اللازمة لهم. على طريقة الأفلام السينمائية مجهولون يصولون بأسلحتهم في أروقة المستشفيات والمراكز الطبية وترويع للأطفال والمرضى بلا رادع أو محاسبة تحت طائلة القانون. اعتداءات متكررة في عموم مستشفيات البلاد تتعدد دوافعها وأسبابها وسط ضعف واضح في تطبيق القوانين الرادعة لهذه الانتهاكات، ما يدفع بالكثير من العاملين في الملاكات الطبية إلى الهجرة خارج البلاد للحفاظ على أرواحهم وذويهم والتخلص من الإجراءات العشائرية التي أثقلت كاهلهم، فضلا عن عمليات القتل والإتاوات التي تفرض عليهم من قبل الميليشيات والمتنفذين. أجرت نقابة الأطباء وقفة استنكارية واحتجاجية لإبلاغ الإعلام العراقي والمواطنين العراقيين بأننا نتعرض إلى القتل. طبيب بمقتبل العمر بعد في بداياته يتعرض إلى عملية قتل، وفي حقيقة أمور غامضة لحد الآن. اغتيال بظروف غامضة يذهب ضحيته طبيب مسالم ونزيه في حلقة تكمل مسلسل الاعتداءات على الملاكات الطبية بظل دولة تتقن فن الشجب والاستنكار وتتوعد بلجان تحقيقية مع محاسبة المقصرين دون نتائج تذكر. اعتداءات تغذيها سطوة الميليشيات ووجود مجموعات ذات نفوذ سياسي وعشائري ترى نفسها فوق القانون، فضلا عن عدم جدية وزارة الصحة في حماية ملاكاتها، ما يفاقم من سوء الأوضاع واستمرار هجرة الأطباء خارج البلاد.